يوسف قدور، طالب ماجستير في جامعة الإسكندرية. بشتغل في مطعم سوري عروس دمشق في منطقة العصافرة جبل عبد الناصر في إسكندرية. أنا من قبل 2011 كنت بجي إسكندرية، بس يعني 2011-14-9 جيت وبعد رجعت على سوريا. يعني بداية جيت أنه أكمل دراسات عادي، ما يعني ما فيش مشاكل، دفعت القسط وتمام. بس اللي بعده أنه أنا دفعت في المصري، عفينا من الرسوم الدراسية ودفعنا في المصري. هاي المشكلة اللي واجهتني أنا، دفعت في المصري وبعد ما خلصت الدبلومة حجزوا لي الدبلومة، وإلا يعني لازم أدفع بالاسترليني، فاضطريت أنه أسترد المصري اللي هو مثلا مبلغ بسيط 800 جنيه، ودفعت 2500 دولار. بس رافع دعوة على جامعة اسكندرية ولسه ما بد فيها، بسبب انه الامور المالية ما فيها شق مستعجل. اهلي في سوريا، يعني في منطقة حلب، ومن فترة بسيطة انتقلوا لعدلب بسبب انه صارت الجيش دخل في المنطقة تبعنا اللي هي الريف الجنوبي. الموضوع صعب بسبب انه ما في تأشيرة على مصر، هي رقم واحد. يعني رقم اثنين، نص العيلة عندي ما عندها باسبورات بسوريا، وبرضه هي كمان ممكن يكون من المستحيلات انه يحسنوا يطلعوا 6 باسبورات مثلا. لو رحت مش هقدر ارجع عشان التأشيرة، وانا يعني قريبا ان شاء الله حناقش الرسالة. هلا انا المفروض ادفع على الرسالة 3000 دولار وشوي كمان، يعني مش انه اكثر من 3000 دولار لحتى احجز الصالة اللي هي قاعة اناقش فيها 500 دولار، لحتى يجيبوا حلو وورد وعصير وكذا 850 جنيه. عنا في سوريا ما في لحتى تدخلي دراسات لازم تخضعي لامتحان، فبيكون العدد قليل كتير، بالسنة بياخدوا 20 شخص في كل جامعة مثلا. لا أكيد حسافر، أنا ما سافرت على أوروبا عشان لازم أرجع على سوريا، بس إن شاء الله بس أناقش حأرجع. أصحابي سافروا أكثر من كتير، سواء منهم من مصر، سافروا من مصر عن طريق البحر أو من عن طريق تركيا على اليونان، ونصحوني إنه أفضل. حتى في منهم رجعوا لمصر معي هنا بالجامعة، اجوا ناقشوا رسائلهم ورجعوا على اوروبا بعد ما اخذوا طبعا الاقامه سواء في السويد او في المانيا. عادي ما فيش مشاكل، بس انا حابب ارجع سوريا بصراحه. ما حدا بيعرف ايش الوضع في سوريا، انه حستفيد برضه باوروبا ما حدا عم يستفيد من دراسته، لاني عم تروح بس 3 سنين لحتى تتعلم اللغه، يعني عشان تعمل أكاديمية بدك 3 سنين. هالشي هذا عم يخلي أغلب الشباب إنه يكتفوا باللغة المحادثة ويبدأوا يشتغلوا ويوقفوا دراستهم. أنا اشتغلت مع أكثر من محل مصري، ما صار في تفاهم أبدا، ما بعرف ليش، ممكن الغلط مني، ما وكانت المرتبات قليلة شوي يعني. بس مطعم عروس دمشق بما أنه العدد كبير كتير، نحن تقريبا في الجو الواحد نكون 60-70 واحد، فالموضوع يعني. وأنا شغلي يعني تقريبا بنظم الدور للناس اللي جاية، برضو في أزمة يعني ممكن الجنب المتاح لي هو تركيا، كون أنا من حلب فمتاح من تركيا، بس تركيا حاليا كمان قافله الحدود على اللي بيدخل لعندها. ما عندي فكره اذا اللي بيرجع لعند اللي بيدخل منا على سوريا مسموح له او لا، بس تقريبا مش مسموح. مناطق في سوريا يعني امنه اللي هي ملتزمه الحياد عن الثوره، في جامعات عم تنبنى في مناطق في سوريا، وفي اصدقائي موجودين فيها، ويعني
بشكل او باخر بتخص الجامعه يعني. ممكن قالوا لي وعدوني انه ان شاء الله حكون في الكادر تبعك.